اش قال لولده؟ يا اسماعيل ولدي بغيت نذبحك وبك غنصدق الرؤيا. اش قال ليه ولده؟ قال لي يا اباتي افعل بما تريء بي صدق الرؤيا. شوف شو الاسلام كي كان. شوف وسير عند ولدك دابا دور قول ليه اولي راه بغيت نذبحك حلمت اش غنقول لك توالي تزملتي لا تو داكشي كان بكري الوالد دوك ما بقاش هادشي ها مغطات سير تحاول معاه. بغيت نسولكم كون ذبح ولدو اش غنبقاو نذبحو حتى حنا ولادو؟ والله العظيم كره هاد العام هو ديال هاد السلاك تاع دور الله كره المرا مقابله راجله نذبحو الجلال ومقابله ذبحي سعيد زكو كبير.